تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صباحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وطبعا مداخلاتكم استفساراتكم وتداخلكم خلال البرنامج يثري البرنامج أكثر وأكثر. أذكركم برغام التواصل ويانا، بعد ما أرحب إن شاء الله بفريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج ميث أبيات. صباحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم اليوم دكتورة عاشة البسطي. مستمعينا مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة إن شاء الله، طبية وصحية وتقذوية. أذكركم برغام التواصل ويانا 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. في بداية البرنامج حابين كذلك ننوه أن اليوم بتكون آخر حلقة لنا في موسمنا هذا، اللي كان الحمد لله حافل بالنشاط والتفاعل منكم كمستمعين ومتابعين أعزاء، وأثريتوا الحوارات والنقاشات في خلال البرنامج سواء في القضايا الصحية الطبية والموضوعات المهمة اللي تناولها البرنامج صحة وسعادة. وإن شاء الله بنلتقي فيكم في الموسم الجديد في مطلع شهر سبتمبر 2019. مستمعين الأعزاء، مثل ما عودناكم أول فقرة لنا اللي هي الفقرة التقذوية. اليوم موضوعنا حلو صراحة كالعادة، اللي هو فيتامين بي 9 الفوليك أسيد، فوائده، مصادره الغذائية. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عايشة الحمادي. صباحك الله بالخير عايشة. صباحك الله بالنور دكتورة عاشة. لا عاشة، عاشة طبعا الفوليك أسيد واحد من أهم الفيتامينات اللي تابع الفيتامين بي اللي هو فيتامين بي 9، وطبعا له فوائد كثيرة ومصادر كذلك متنوعة، فممكن تعرفين أكثر عن فوائده ومصادر كذلك؟ أوكي إن شاء الله. حمض الفوليك هو أحد أنواع فيتامين بي المتعددة مثل ما ذكرتي، ويسمى فيتامين 9. أيوة. وهو يعمل على تعزيز وإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد في حماية الجهاز العصبي والهضمي وغيرها. نعم. اليوم بتكلم أكثر عن فوائد حمض الفوليك ومصادره. من أهم فوائده أنه يحافظ على صحة الحامل والجنين، ونقص حمض الفوليك أثناء الحمل يسبب خطورة للأم والجنين، لأن الجنين يستهلك مخزون حمض الفوليك، ووجود كمية كافية من حمض الفوليك في جسم المرأة قبل الحمل يمكن أنه يساعد على منع التشوهات الخلقية الرئيسية اللي تصيب دماغ الجنين أو عمود الفقري. نعم. وطبعا النساء دائما رابطين حمض الفوليك في الحمل بس، صح. بس له فوائد كثيرة أيضا للجسم. فهو يساعد في إنتاج الDNA وهو ضروري في فترات النمو السريع. نعم. مثل الحمل، الطفولة والمراهقة، وأيضا بمساندة من فيتامين B12 يساعد حمض الفوليك على السيطرة على إنتاج الخلايا الحمراء والبيضة. نعم. ويساعد على توزيع الحديد بشكل صحيح في الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد هالفيتامين إلى فقر الدم. أيضا يساعد حمض الفوليك على السيطرة على الأحماض الأمينية في الدم، وقد تم ربط بعض أمراض القلب مثل الشريان التاجي نقص حمض الفوليك، لأن ارتفاع الأحماض الأمينية في الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. نعم. أيضا يحافظ على صحة الدماغ، ويقي من الأرق والاكتئاب، ويقي من احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية، وأخيرا يقي من الإصابة بالسرطانات خصوصا سرطان الرحم والقولون، وأيضا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ويحافظ على صحته. ممتاز، وايد له فوايد يعني خاصة بالجهاز المناعي في الجسم، يعني أشياء طبعا. كثيرة. ونفس ما قلتي معظم الناس يمكن رابطينه في فترة الحمل الأولى، خاصة النساء أن في فترة الحمل أن المفروض هي تأخذه ولا فوائده، بس يعني تعددت فوائده وكثرت وتوسعت أن حتى للجميع يعني. صح. أيوة. يدخل في كل شيء حاليا.
صح. عاشم ممكن تحدثينا أكثر كذلك عن المصادر الغذائية؟ أوكي، مصادر حمض الفوليك في الأكل طبعا موجود في الخضار الورقية الداكنة، نعم، مثل السبانخ، الملوخية، البروكلي، موجود في البقوليات أيضا بأنواعها، فعشان نعم. إحنا دائما نقولهم ينوعون في الأكل مش إنه يلتزمون بنوع واحد. من المصادر الثانية طبعا الأفوكادو، الهليون، البطاطس بقشرتها، البابايا والفواكه الحمضية. يعني متنوعة، أشياء كثيرة موجود فيها. هي نعم، يحتاج موجود في الخضار والفواكه. نعم أكثر شيء. إلا مصادر حيوانية تكون ولا بس نباتية؟ هو موجود في المصادر الحيوانية، بس في المصادر النباتية يكون أقوى، يعني حتى امتصاصها يكون أسرع أكثر، نعم والنسبة تكون أكثر في الفواكه والخضروات أكثر من المصادر الحيوانية. أيوة. بالنسبة للكمية الموصى فيها يوميا، يعني أي شخص يكون ما عنده، الأشخاص اللي نقول أنه ما عندهم نقص في الفوليك أسيد. هو طبعا الجرعة الضرورية حق الكل هو 400 مايكرو جرام، خاصة نعم حق النساء اللي يخططون للحمل والحوامل طبعا. أما اللي محافظ أساسا على الفوليك أسيد يقدر ياخذ بس 100 مايكرو جرام يوميا، تكفي للناس كلها. بتكون فعشان تي 100 مايكرو جرام للناس، يعني للشخص الطبيعي اللي ما عنده نقص ايه تقريبا أو ما يحتاج كميات كبيرة، نفس المرأة الحامل تحتاج كميات أكثر تكون. ايه نعم، الباقين تقريبا 100 مايكرو جرام. 100 مايكرو جرام بتكون، يعني إذا عطيناها مثال في طبق أكل أو عطيناها مثال في فاكهة أو خضروات، كم تكون يعني؟ هو بعض الفواكه مثلا الفواكه الحمضية فيها 200 مثلا مايكرو جرام، مثلا بعضهم بتحصلين فيهم أقل من 100 مايكرو جرام. هو ما في شيء بالضبط، فعشان احنا نحاول انهم ينوعون بالأكل أكثر، أيوة. لأن النسب تختلف، في من 100 إلى 300 موجودة في الأكل، في أقل وفي أكثر. يعني تتفاوت، يعني تكون حتى 200 مايكرو جرام في الحصة الواحدة للفاكهة أو الخضروات. هي نعم، أيوة، يعني لأن في، يعني في حد يحب يعني يحسبها أو يبى يعرف يعني بطريقة سهلة، لأن مرات صعب تحسبينها بالمايكرو جرام أو بالجرام، فيكون سهل أن الواحد يعرف كم فاكهة، حبة فاكهة فرضا ياخذها. بس إذا صح نفس ما قلتي أن الحبة الواحدة فرضا فيها 200 مايكرو جرام، يعني تغطي احتياجاته في خلال اليوم. اي نعم. وهو طبعا مثل ما نحن نوصي انه لازم الشخص الطبيعي ناخذ تقريبا 3 إلى 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا، اذا نعم دخلناها في اكلنا راح ان شاء الله نغطي احتياج الفوليك اسيد. نعم صح، هذه صح، بتغطي كامل الاحتياج اليومي للفوليك أسيد. عاش، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا. بس انصحهم انه لازم ننوع في اكلنا، ونحرص ان ناخذ من جميع المجموعات الغذائية، وخاصة النساء يحتاجون أن يأخذون حمض الفوليك يوميا حتى في الفترة اللي تسبق الحمل، عشان المساعدة على منع تشوهات الجنين خلال هذه الفترة، وأصح نفس ما قلتي، يعني إذا كانت كذلك يعني متوفر في معظم الخضار والفواكه وسهل الواحد يحصل عليه، يعني بيكون يعني يقدر الواحد ياخذ حتى احتياج اليومي وأكثر حتى من احتياج اليومي. وعلى الفوائد اللي ذكرتيها، يعني ما شاء الله الواحد يعني يعني يحتاج أن ياخذه ويتشجع أكثر وأكثر أن ياخذه. نعم. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عاش الحمادي، شكرا لك. مثل ما طرقنا الموضوع الفوليك أسيد، كلمتنا الأستاذ عاش بخصوص الفوليك أسيد، فوائده وتعددت فوائده وايد، ويعني معظمنا يمكن رابطينه ببداية الحمل للمرأة الحامل أنها تحتاج أنها تأخذ، أو الوحدة المخططة أنها تحمل، يعني كاللي فايدته الكبيرة سواء لها أو حتى للجنين، بس طبعا فوائده للجميع، ما فقط للتركيز على المرأة الحامل أو حتى الجنين، الجميع يحتاجه طبعا، يعني يقي من السرطانات، إنتاج الدي إن إيه، سيطرة حتى على توزيع الحديد، وفي نوع من أنواع الأنيميا أصلا بسبب ناقص الفوليك أسيد كذلك. فيعني جدا مهم الفوليك أسيد، والجميل كذلك أن مصادر الغذائية متوفرة
طريقة كبيرة ويقدر الواحد يحصل عليها في أي لحظة وفي أي يوم، ويمكن يوميا نحن ناخذها. بس جميل أن الشخص يعرف شو فايدة الشيء اللي يأكله يوميا، أساس يعرف كم الفايدة اللي بتعم جسمه بسبب هالأكل الصحي اللي يأخذه. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجع لكم فقرة ثانية. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414، رسائل النصية على 4006. حياكم الله. يعد مستشفى لطيف للنساء والأطفال التابع لهيئة الصحة بدبي من أهم الصروح الطبية في المنطقة تخصص الأمومة والطفولة، ولا تدخر الهيئة وسع في رفد المستشفى بخبرات وكفاءات طبية متميزة، إلى جانب تزويد المستشفى بأحدث التجهيزات والتقنيات اللي تمكنه من توفير أفضل سبل الرعاية والعناية سواء بالأم أو كذلك بالطفل. وحول إمكانيات المستشفى التجهيزات بشكل عام، أهم المشكلات الصحية اللي تعترض الأطفال المصابين بالصرع. اليوم موضوعنا بيكون بخصوص الأطفال المصابين بالصرع. يدور حوارنا اليوم مع الدكتورة سمر أحمد، استشاري أمراض الصرع عند الأطفال في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة سمر. صباح الورد، أهلين. هلا دكتورة. دكتورة، طبعا عارفين نحن مشكلات الصرع اللي عند الأطفال مو بس تأثر على الطفل، كذلك تأثر على الأهل. أكيد. فممكن تحثين أكثر عن مرض الصرع وخاصة عند الأطفال؟ طبعا بخصوص أمراض الصرع عند الأطفال، هي أمراض يعني مرض الصرع كمرض متنوع، هو بس يعني نوع واحد، في أنواع عديدة، في أنواع نقدر نسيطر عليها وفي أنواع تكون صعب السيطرة عليها. لكن أغلب الأنواع بنسبة واحد، نقول واحد لكل خمس مرضى نقدر نسيطر عليه بدواء واحد. في أمراض من أمراض الصرع ممكن ما تحتاج أدوية، بس هذا يحتاج توعية للأهل. تعرفين؟ فأمراض الصرع متنوعة وايدة، لو أقعد أقولك كم ما أقعد كل مريض يختلف، لكن السيطرة عليها إن شاء الله ممكنة بنسبة 99%. كمرض صرع، ما هي أسبابه خاصة بالنسبة للأطفال؟ بالنسبة للأطفال طبعا الأسباب وايدة، لكن إذا قلنا بنقسم الأطفال إلى اللي توهم مولودين إلى عمر السنة، أسبابها قد تكون راجعة ما قبل الولادة. يكون عندهم أي حاجة صارت لهم خلال الحمل، أو خلال عملية الحمل نفسها، نقص أكسجين، تعرفين نقص سكر، نقص كالسيوم، هاي الأسباب. وفي أسباب اللي هي تكون وراثية جينية، وفي أسباب اللي هي تكون نتيجة وجود نزيف لا قدر الله في المخ، نقص في الأكسجين زي ما قلت، أو زيادة الكهرباء لأسباب غير معروفة. طبعا نسبة 30% الأسباب غير معروفة، 30% ونسبة كبيرة تعتبر كذلك. أيوة طبعا. دكتورة، بالنسبة للأطفال اللي يعانون من الصرع وعندهم نوبات الصرع، شو التعامل الأمثل خاصة بالنسبة للأهل أول ما تي الطفل نوبة الصرع؟ طبعا هاي تعتبر نوبة الصرع زي ما تقولي إمرجنسي، حالة طارئة. فنوبة الصرع لما تي دائما ننبه الأهل أن نخلي الطفل على جنب اليسار، وما نحط أبدا أي شيء في فمه. يعني ما تحط الأم، بعض الأمهات يحطون خاشوقة، يحاولون يفتحون لما يرصون على أسنانهم الأطفال يحطون إيديهم. طبعا ننصحهم ما يسوون أي شيء، لأن يقول لك بعدين أسنانه ممكن يعض عليها وينكسر الضرس، صح، ممكن يبلع لسانه، فأنت تحط إيدك فتخلي إيده ترجع ورا فينقطع الأكسجين. دائما خليه على جنب وحطه على جنب اليسار، وخلي النوبة مثل ما هي، خلي حواليه، ما يكون حواليه أي شيء ممكن يدق عليه أو شيء يطيح عليه، واتصل على طول بالأمبولنس. يعني لا تتريع، أحيانا النوبات ممكن تستمر أكثر من خمس دقائق، وإحنا ما نبغيها تستمر أكثر من خمس دقائق، لأن بعض الأحيان تأثر على المخ. نعم. إيه. بالنسبة دكتورة، شو أكثر المشكلات الصحية اللي تواجه الأطفال المصابين بالصرع، وكيف يقدرون الأهل أو كيف سبل التعامل معها؟ طبعا أكثر الأشياء ممكن تكون النفسية، أنه مثلا في المدرسة لما يعرفون أنه عنده صرع كيف بيتعامل، كيف بيكون يروح يسوي الرياضة،
كيف بيعملونا بالنسبة للتقييم النفسي، بالنسبة للتقييم الدراسي. هاي الأشياء أكثر شيء مع الأهل، ومثلا لما يروح يلعب رياضة، لما يروح سباحة، كل هاي الأشياء لازم نعطي خبر في المدرسة إن هذا الولد والله عنده أو البنت عنده مرض الصرع، ونعامله كإنسان طبيعي وما في أي مشاكل، ونخليه يلعب رياضة، لكن دائما نقول تحت ملاحظة، ما نخليه لوحده. هذا شيء جدا مهم، لازم يكون تحت ملاحظة، تحت ملاحظة، خصوصا السباحة ولعب السيكل والكرة القدم. وطبعا لازم ياخذون دواهم بانتظام، لان اذا ما اخذت الدواء، طبعا احنا دائما لما نبدا العلاج لازم نواصل لمده سنه ونص، اقل شيء سنتين، هذه خطه العلاج معروف عليها متعارفه دوليا، نبداها ونكمل على العلاج مره الصبح مره في الليل لمده سنه ونص سنتين. نعم. نسيطر على الـ على الـ على التشنجات. نعم. وان شاء الله بعد هذيك الفتره بالنسبه للاطفال طبعا اكثر من سنتين نبدا ننقص الدواء ونشوف استجابتهم للعلاج. طبعا الصرع عند الاطفال غير عن الصرع عند الكبار. نعم. احنا نقدر عند الاطفال نقدر نسيطر عليه بسرعه بالادويه. نعم. وان شاء الله ما يهم مره ثانيه، اغلب الاطفال بعد عمر البلوغ ما يهم الصرع مره ثانيه، غير عند الكبار، الكبار لما يهم يستمر معاهم، بس اما الاطفال لا. هذا مبشر يعني ان الاطفال بالعكس، عند الاطفال غير عن الكبار، الاطفال اللي عندهم الصرع لأسباب غير معروفة اللي هم النسبة 30%. نعم. بنسبة 80% 85% بعد عمر البلوغ ما ييهم شيء. نعم، هذا شيء جدا مبشر يعني أن حتى الأهل يعني يريحهم، أن لأن دائما الشخص يحاتي أن الطفل بيكمل بنفس المشكلة، بس هذا شيء جدا دائماً مبشر. دائما الأهل يسألون هاي النقطة، أنه لما يكبر، لما يسوق، لما لا. بالنسبة أغلب الأمراض الصرع عند الأطفال بعد سن البلوغ تختفي تماماً. نعم، أو جداً جميل. بالنسبة لي، بالنسبة دكتورة قلتي بخصوص الدواء يأخذ المريض سنة ونص إلى سنتين وبعدين تبتدون تغللونه، بس أقل هذا سنة ونص إلى سنتين وما يكون جاله أي تشنج خلال الفترة اللي يأخذها الدواء. أيوة، يعني خلال هالفترة كان بدون أي تشنجات. أيوة. نبدأ ذيك الساعة نطمن، نقول أوكي نبدأ الحين نقلل الجرعة. نعم. ونشوف استجابة الطفل. نعم. أي. وبعدها يبتدي التغيير. طبعا هذا يعني حتى لو أن الطفل كان عنده تكرر في التشنجات طبعا ما بتتقلل الجرعة. لا، ما دام عنده تكرر معناها نشوف جرعة اللي هو يأخذها هل هي فعلا مناسبة لوزنه. نعم. هل هم متقيدين أنهم يعطونا نسميها الكومبلاينس، أن الأهل ملتزمين يعطونا مرة الصبح مرة في الليل، ما في يوم قالوا أو نسوا يعطونا الجرعة. نعم. هل هم ملتزمين للجرعة؟ هل الجرعة مناسبة لوزنه؟ وكم نسبة الدواء في الدم؟ هاي الأشياء كلها مهمة. أو أحياناً يكون مثلاً المريض عنده برد، عنده حرارة، عنده أي سبب ثاني يخلي الحرارات، يخلي زي ما تقولي كهربة المخ تزيد. نعم. إذا ما عنده هاي السوالف كلها وكان كل شيء تمام، أوكي نبدأ. لكن إذا جت له خلال الفترة اللي المفروض ما يكون سنة ونص سنتين، من ذيك الساعة نبدأ نحسب من اليوم اللي قال التشنج، نرجع نحسب مرة ثانية سنة ونص سنتين، يا أما نزيد الجرعة يا أما نشوف السبب اللي خلى التشنج يجي ونحاول نعالجه. يعني يكون تماما خالي، وهذا الشيء يعني يعني المفروض الشخص ما يزعل إذا جت تشنجات سبحان الله للطفل، ويعني ما تقللت الجرعة لسلامته في النهاية. أيوه. ابغى اوصل بعد معلومة ان الدواء مش علاج، مش كيور، يعني ما يشفي. الدواء يسيطر على التشنج، التشنج موجود، التشنج احنا لازم نسيطر عليه بالدواء. هاي نقطة جدا مهمة دكتورة، صح. انه هو مو بعلاج، الدواء بس يوقف، يسيطر على الأعراض نفسه. هي. لكن انه يعالجه ما بيهيله صرع، لا مو بشي، الدواء بس يوقف التشنج، يوقف تكراره، يوقف فكرة انه اصلا يبدأ. لكن هذا التشنج زي ما قلت لك عند الأطفال فترة معينة من العمر وبعدين يختفي لحاله. يعني في أنواع من التشنجات ما تحتاج أصلاً نبدأ لها أدوية. نعم. يكون من النوع نسميه التشنج الحميد. نعم. فيه مرة كل فترة في السنة. أيوة. ففي أهالي يفضلون إنه ما يبدون دول، إنه لا يأثر على الدراسة ولا يأثر على النوم ولا يأثر على نشاطه. دكتورة،
كل أنواع الصرع بتكون فيها حركة تشنجية ولا في أنواع ثانية بدون حركات تشنجية؟ لا، ما أنا قلت لك أول ما بدينا الكلام إن في أنواع وايدة. في تشنج نصي يجي في جهة واحدة في الجسم، في تشنج كلي جسم الجسم كله ينتفض، وفي تشنج يسمونه شاذ، اللي هو مثلا بس يصفن البني آدم أو يفقد التركيز، أو في تشنج بس يحرك عينه، أو في تشنج بس وجهه حوالين فمه بس يتشنج، تحسين في حركة يعني. في أنواع، فتكون أنواع وما بشرط تكون تشنجية. في نوع يكون مثل الواحد يكون سرحان ما منتبه ولا بحاسد باللي حواليه، هذه هذا النوع نوع جدا منتشر، وبعض الأحيان الأهل ما ينتبهون عليه. أي هل أنا كأنه أيوة هذا نوع اللي هو مثلا قاعد يتكلم مع أبوه أو أمه في البيت أو في الصف قاعد يقرأ شيء، وفجأة تلاقيه في خلال ثواني معينة فصل وما عاد مركز معك، وبعدين رجع كمل مثل ما هو، وتتكرر. هذه قد تصل إلى 200 مرة في اليوم. وهذا النوع جدا منتشر، واسمه الأبسنت سيجر، أو نسميه التشنج الغيابي. أيوة. إنه هو يغيب عن الوعي لمدة ثواني ويرجع مرة ثانية، وجدا منتشر عندنا في الدولة. ويعني أنا بشوف على الأقل في الشهر بشوف 3-4 حالات منه. نعم دكتورة، ممكن تحثينا عن إمكانيات مستشفى لطيف في رعاية الأطفال فيما يخص بمرض الصرع؟ طبعا إحنا عندنا في مستشفى لطيفة عيادة، عيادات أكشلي، إحنا في الأسبوع عندنا 4 عيادات نشوف فيها المرضى اللي عندهم صرع، وطبعا الحالات الثانية. بس أغلب الحالات اللي تجينا في مستشفى لطيفة الصرع. وعندنا لاب مختبر نسوي فيه تخطيط الدماغ، تقريبا بنشوف 4-5 حالات في اليوم، متنوعة ما بين يعني من العيادات الخارجية وما بين inpatient اللي موجودين داخل المستشفى. أيوة. وبنقراهم في نفس الوقت وبنعطيهم النتيجة في نفس الوقت، سواء نبدأ العلاج أو نطمن الأهل ونقول لهم إن كل شيء تمام. طبعا للأسف إحنا ما عندنا زي ما تقول أشعة رنين مغناطيسي أو أشعة مقطعية، لكن إحنا عندنا متعاونين مع مستشفى راشد، بحيث إن إحنا نبعث لهم المرضى اللي عندنا اللي محتاجين أرجنت أو أرجنت MRI رنين مغناطيسي أو أشعة مقطعية، نبعثها على مستشفى راشد بالأمبولانس يرجعون إياهم. نعم ممتاز. ممتاز. يعني الخدمات الحمد لله متوفرة بشكل يعني الحمد كبير لله. الحمد لله. دكتورة سمر، ممكن تعطينا كلمة أخيرة لمستمعينا الكرام خلال البرنامج؟ أيوة. طبعا أنصحهم في حالة أنه ابنهم جاله تشنجات أو صرع، أنه don't panic زي ما تقولي، ما نفزع. أنا عارف أنه بالنسبة للأهل هاي حالة مخيفة، صح، خصوصا لو حصلت لأول مرة يصير في رهبة، يصير في كذا انه ابني بيموت في لحظتها. لكن لا تجزع زي ما تقولي، حط خليه حواليه، يكون في الارض حواليه ما في شيء، يكون السطح املس، ما نحاول نحط اي شيء في فم المريض، نخليه على الجنب اليسار، نتصل على طول بالامبولانس اول شيء اذا ما عندنا خبره، ما نحاول نعطيه اللي هو تنفس صناعي أو نحركه أو نقول إيده متيبسة فنحركها، لأنه ممكن هذا بعد يأثر عليه سلبا. أول ما يتصلون بالأمبولانس بيقومون بكل الإجراءات المطلوبة. لكن إذا كان بيشنت برضو عارف أو مريض أوريدي عنده الحالة، الأهل بيكون عندهم دواء اللي هو نعطيه زي حقنة شرجية توقف التشنجات لحظيا. برضو احنا لما نعطي هاي نحطه في الوضع اللي قلنا عليه اللي على الجهة اليسار ونعطيه الحقنة الشرجية، ما نصبر عليه، نكلم الاسعاف على طول عشان برضو يجوا يشوفوا يشيكوا عليه او يجيبوننا اياه على طوارئ مستشفى لطيفة. مستشفى لطيفة. الدكتورة سمر احمد، استشاري امراض الصرع عند الاطفال في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. الله يسلمك، شكرا، مع السلامة. شكرا لك دكتورة سمر. يعني سؤال بخصوص مريض الصرع، هل ممكن يسوق أو لا؟ هذا طبعا للكبار، طبعا في شروط معينة بخصوص السواقة. إن شاء الله بنتطرق للموضوع وبنبعث الاستفسار لأخصائيين الصرع للبالغين إن شاء الله، وبنتواصل وياكم بخصوص كامل بخصوص الإجابة بالتفصيل. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. Thank you.
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، رسائل نصيه على 4006. بالنسبه للسؤال اللي يانا، في اشياء كثيره اللي هي تخص الصرع اذا يمكن يسوق ولا لا. ترى اشياء وايد تاثر بالنسبه للادويه اللي ياخذها المريض، كذلك المريض عنده امراض ثانيه ولا لا، كذلك المريض تي نوبات متكررة ولا نوبات جدا خفيفة أو موقفة مع استخدام الأدوية. أشياء كثيرة تأثر، فكذلك المريض يراجع طبيب المختص، يشيك على حالته أكثر، وبعدين بخصوص السواقة إذا يسمح له ولا لا. حتى لو ما سمح له، ترى لمصلحته ولصحته ولمصلحة الغير كذلك. وبنتطرق للموضوع إن شاء الله في حلقاتنا على الموسم الجديد، نتواصل وياك إن شاء الله عزيزنا المستمع. طبعا فقرتنا الحين بتتكلم عن مشروع جدا مهم، ويعتبر من صراحة من أضخم المشاريع وأهم المشاريع صراحة اللي أنجزتها هيئة الصحة بدبي وفي وقت قياسي، اللي هو مشروع الملف الإلكتروني الشامل سلامة، اللي يعد الأكبر والأول من نوعه والأحدث في تكامله وتقنياته على مستوى منطقة الشرق الأوسط. تبرز أهمية المشروع في قيمته المضافة لمنظومة الصحة في دبي، هو ليس مجرد مشروع تقني لتنظيم ملفات المرضى فقط، وليس مجرد طفرة في خدمة المتعاملين وتحسين رحلتهم، إذ يتجاوز سلامة كل هالنتائج والأهداف لتتكامل قيمته في رفع مستوى كفاءة منشآت الهيئة الصحية، سواء من مستشفيات ومراكز وعيادات طبية، إلى جانب دعم اتخاذ القرار بداية من قرارات العلاج لدى الأطباء وحتى قرارات قيادات الهيئة والمسؤولين عن التخطيط ورسم السياسات. كذلك حول هذا المشروع البالغ الأهمية يدور حديثنا اليوم مع الأستاذ قاسم أبو هنطش، مسؤول مشروع الملف الإلكتروني الموحد سلامة في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ قاسم. صباح الخير. شكرا لاستضافتني. أهلين. طبعا مشروع سلامة اللي هو الملف الإلكتروني من أضخم المشاريع صراحة ومن أهمها اللي نفذتها الهيئة، والحمد لله في وقت قياسي. وأنا كطبيبة يعني يوميا أستخدم سلامة، ألاحظ أهمية هذا النظام ودوره الكبير يعني بأشياء كثيرة وايدة صراحة، في يعني كجزء أنا ابتديت أشتغل عليه. ممكن تعطينا نبذة توضيحية أكثر عن مشروع الملف الإلكتروني الشامل سلامة؟ ممكن. شكرا استضافتنا. أنا جدا سعيد باستخدامك للملف الطبي الإلكتروني. الهدف الأساسي كان للملف الإلكتروني هو patient safety، وهو سلامة وسلامة المرضى. ملف المشروع الإلكتروني نحن حبينا نربط جميع مؤسسات ومرافق الهيئة بنظام موحد، بحيث يتمكن المريض أن يزور أي من مرافق الهيئة ويقوم بأي اختبارات أو فحوصات أو مقابلات مع الأطباء، ويكون عنده مكان موحد عن طريق تقنية المعلومات أن الطبيب يدخل له ويحصل كل معلومات. بالإضافة إلى أن المريض نفسه عنده القدرة على أنه يشوف نتائج الفحوص هاي أو مواعيده عن طريق التطبيقات الإلكترونية مثل موبايل أب. فكان هذا الهدف الرئيسي منه، وهو أيضا أنك تبني منصة لدعم المشاريع الجديدة اللي تخص فيها مثل الذكاء الاصطناعي، البزنس انتليجنس ومثيلها. حتى آخر ما يعني أضاف إليه هو مع صاحب سمو الشيخ محمد والخمسين في بند كل طبيب لكل مواطن، أيضا بدعم هذه الاستراتيجية. نعم. أنا بالنسبة لي كطبيبة يعني قبل النظام السابق صح كان يربط المستشفيات، بس ما بدقة سلامة وبإمكانيات سلامة. يعني أتابع مريضي من أول ما يدخل عندي لين حتى إذا حولت للمستشفى، في المستشفى أتابع يعني بالضبط، أعرف فرضا إذا احتاج عملية، إذا احتاج تدخيل المستشفى، شو الأدوية كاملة اللي خذاها. يعني شيء جدا جميل، يعني تتواصل مع المريض كامل لين نهاية خروجه من المستشفى بصحة وسلامة. يعني هذا كدوري أنا كطبيبة، يعني إضافة إلى الأشياء الثانية اللي يحملها سلامة كذلك. أستاذ قاسم، ليش يعتبر مشروع سلامة المشروع الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط؟
مستشفى سلامة هو الأساس بالنسبة للصحة العامة في إمارة دبي، نعم. واللي راح يدعم في أيضا جميع مشاريع و مبادرات جديدة في دبي مثل الـ 2020 اللي جاي إن شاء الله في المستقبل، نعم. ربط المستشفيات كلها مع بعض، التأكد من صحة وسلامة المرضى، أيضا متابعة المريض في كل مراحل علاجه، بالإضافة إلى تسهيل الدخول للمستشفى والخروج، تقليل وقت المرضى، التأكد من صحة وسلامة الأدوية اللي بتعالج فيها، بالإضافة إن أضاف إلى الذكاء الاصطناعي إنك كانك أنت تتنبئي بحالات المرضى مسبقا، بحيث صحيح. إنك أنت تعالجي قبل ما إنه فعلا تدهور حالته. حتى كذلك بخصوص الإحصائيات أو لاني أدخل في يعني الإحصائيات بخصوص أكثر الأمراض الشائعة فرضا في هذا المركز، يعني بس أحطها على طول تطلع لي أكثر الأمراض الشائعة في المركز، يعني استقل الوقت. قبل كنا نسويه بطريقة يدوية وطريقة الأخطاء تزيد فيها، بس الحين بطريقة سلامة حصر لي أشياء كثيرة، مو بس والحين مع مبادرة الشيخ حمدان الحكومة بلا أوراق، نعم. يدعمها دعم كامل، سلامة تقريبا لا ورقي، ونحن هذا راح يخلينا بإذن الله نكون من الهيئات الرائدة في الشيء هذا. ممكن تكلمنا أكثر عنه؟ عن مبادرة الشيخ حمدان بأنك أنت مبادرة استراتيجية دبي اللاورقية، وهو أن تكون حكومة دبي مع نهاية 2021 إن شاء الله بلا أوراق، المعاملات جميع المعاملات الداخلية والخارجية بين الدوائر الحكومية تكون بلا ورق. سلامة كون الملف الطبي الإلكتروني الآن بإمكان ملفك كامل يكون بلا ورق، نتائج نعم. فحصك بلا ورق، تقارير الطبية وداكيومنتيشن يعني النوتس للأطباء اللي تكتبيها كلها بلا أوراق، أيضا إرسال ملفك الطبي داخل وخارج دولة يكتب بلا أوراق. ممتاز. هذه الطريقة حتى أن الدخول والتسجيل للمواعيد ولل انك تشوفي الطبيب او انك صرف الادويه راح يكون بلا اوراق ان شاء الله. ممتاز ان شاء الله. نحن ان شاء الله في المرحله الثانيه بدينا احنا وسبع مؤسسات اخرى، وان شاء الله نحاول ان احنا نوصل 50% مع نهايه العام. فكره العدم يعني استخدام الاوراق جدا خاصه بالنسبه لي يعني الشيء المنشاه الصحيه او الطبيه، يعني نتكلم يمكن موضوع الباك جراوند كشيء طبي او صحي، حتى الكتابه الأوراق يمكن تضيع بس في الملف الإلكتروني مزيفة، يقدر أي واحد يقراها بسهولة لأن الخط يكون واضح وكامل، كذلك الأشياء اللي تتعبها في سنة تكون مكتملة كاملة. ربط الأجهزة أيضا، في عندك بعض الأجهزة الإي سي جي والأشياء هاي المونيتورز والإنترنت أوف ثينجز، بحيث أنك أنت من الآن ما بلازم أنك أنت تكتب مثل ما قلت حتى تدخيل المعلومة، نعم. ما بدخليها يدويا مثلا ضغط الدم الحرارة والأشياء، لا الأجهزة كلها مربوطة داخل النظام بحيث أنها تصبح تلقائيا ذاتيا تدخل في ملف الطب، وهذا وايد يقلل من الأخطاء جدا. وحتى بعض الفيدباكس ممكن تدخليها تلفيها وتوصليها مع ملفك الإلكتروني أيضا إن شاء الله. فهذا وايد يأثر حتى على سلامة وصحة المرضى. بالنسبة لمشروع سلامة، طبعا مثل هذا المشروع الضخم طبعا يحتاج تدريج لين ما طلع على أرض الواقع، وكذلك ابتدينا نستخدمه واستوى يعني جزء من حياتنا العملية اليومية. فكيف تم التدرج في تنفيذه وتعميم المشروع إلى ما وصل إلى الآن؟ إلى اليوم نحن وقعنا العقد على تنفيذ مشروع كان في 2015، نعم، وبدأنا العمل فيه في 2016، وأخذ حوالي قرابة سنتين من بداية تقريبا نصف منتصف 2015 إلى أول إطلاق له كان في شهر أبريل 2017 في مستشفى راشد. نحن اتخذنا القرار أن نحن ما نروح في إطلاق موحد كامل على جميع مستشفيات الهيئة ومرافقها، لأن هالشي. حتى لا يعني لا سمح الله في حالة حدوث أي شيء خارج عن نطاق المشروع أنه يأثر على سلامة المرضى. فعاد أخذنا نحن ثلاث مواعيد من أجل الإطلاق. أول واحد كان في شهر أبريل 2017 مستشفى راشد وعيادة من عيادات الأولية البرشة، بالإضافة لمركز تخصصي وهو الدرماتولوجي. أيوة. أتذكر ثلاثة، نعم. وبعدين المرحلة الثانية كانت بشهر أغسطس 2017 أيضا، نعم. مستشفى دبي. احنا أخذنا مستشفى راشد لأنه كان هو أكبر مستشفى ويضم جميع النماذج الموجودة في سلامة أو صح. مستشفى دبي كمل
هذه النماذج. نعم. بالإضافة لجميع العيادات الصحية الأولية، وخلينا مستشفى دبي حتى ولطيفة وباقي المراكز التخصصية لشهر نوفمبر 2017، والحمد لله تمت بنجاح لأن جميع مرافق الهيئة وجميع مراكزها التخصصية والمراكز العيادات الأولية والمختبرات كلها مربوطة ربط كامل موحد في نظام سلام. ممتاز. والآن إن شاء الله كملنا حوالي سنتين من إطلاقه في شهر إبريل في راشد. نعم. وعلى وشك أن نكمل في دبي سنتين، الحمد لله كل شيء. الحمد لله. الحمد لله. شو الصعوبات اللي واجهتكم في البداية في سلامة؟ هي التغيير. النظام القديم كمل 20 سنة في هيئة الصحة في دبي، وأنك أنت تحاولي تغيري من 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 تقبل المجتمع للمجتمع الصحي في هيئة الصحة في دبي لهذا النظام، كان شوية في خوف، نظام جديد، نظام كان يعتقد أنه أكثر تعقيد لأنه في يشمل كل شيء، لكن الحمد لله بدعم من القيادات العليا معالي حميد القطامي وجميع مدراء تنفيذيين مدراء إدارات في الهيئة قاموا بدعمها دعم تام لتنفيذ المشروع. الحمد لله. وتقبل الطاقم الطبي كان رائع جدا، يعني من أطباء ومن ممرضين كانوا فعلا في شيء منهم كان مثلها في الموضوع هذا. وصراحة القيادة العليا ما قصروا، وخلال كل افتتاح كانوا متواجدين تقريبا طول اليوم من بداية الافتتاح لنهاية ثلاثة الفجر. نعم. يعني صراحة مع أن الافتتاح يكون يعني على ساعات الفجر الأولى. صح. يعني صح. يعني فكانوا متواصلين هذا الشيء، وهالدور عطى يعني تشجيع كبير حتى للموظفين على تقبل هذا التغيير، على فهم مدى أهمية هذا. نعم. هذا البرنامج. نعم. يعني أذكر معالي يعني زارنا الدحمر يمكن تقريبا مرتين في نفس اليوم، يعني هذا دليل على أهمية شيء، وهذا عطى الموظفين كذلك يعني دعم كبير. نعم. أي. نعم. عطى يعني كل افتتاح كان يكون موجود لسلامة، هذا يعطي يعني يعطي موظفين الهيئة أو يعطي حتى الموظفين المكان تشجيع كبير على أنهم لا بندير التغيير. صح. لا بنغير، ونحن متأكدين أن هذا التغيير للأحسن. بالنسبة طبعا بداية كان عندكم تدريبات مكثفة للموظفين قبل ما تبتدون في فكيف كانت التدريبات؟ التدريب كان أحد التحديات الكبيرة عندنا، لأن أنت قبل إطلاق النظام لنفرض في شهر أبريل لمستشفى راشد وعندك حوالي 4000 موظف لازم تدربيهم. نعم. لا يمكن تدرب الموظفين قبل بست شهور أو سبع شهور، لأن صح. مع الإطلاق راح يكون نسيوا النظام لأن ما بيستخدموا يوميا، لأن ما كان بعده مثبت على الأجهزة. فنحن أخذنا ان نحن نتم التدريب قبل 6 إلى 8 أسابيع من الاطلاق، وهذا كان تحدي كبير خاصه مع مواعيد الاطباء ومواعيد الممرضين، لان لازم انك انت تاخذي وقت من عملهم اليومي. أكيد. ويروحوا يحضروا التدريب. في بعض الامور التدريب كان يوم واحد، لكن في الاطباء كان اسبوع، للممرضين في شيء منهم اسبوعين. صحيح. ففعلا كان تحدي كبير، وهذا ايضا وين كان دور القيادة في المستشفيات، بحيث أنه كان دعمهم مطلق الصراحة في أنه لا، التدريب جدا مهم، لازم يتم تدريب الموظفين، يمتحنوا قبل ما أنه ياخذ أكسس أو طريقة الولوج للنظام، لازم. صح. يكون يمتحن وينجح في الامتحان. صح. وهذا اللي تم. هذا كان وايد مشدد عليه. نعم. فكان التدريب جدا، ونفس الشيء انعادت الكرة مرة أخرى في مستشفى دبي ومستشفى لطيفة وحتى وباقي العيادات. نعم. وكنظام صحي صراحة أنا أيد أن الواحد ما ياخذ اليوزر نيم أو الباسورد يعني كلمة السر إلا وهو ناجح في النظام، أساس على الأقل تدخيل المعلومات بعد تكون بطريقة صحيحة، وهالشيء يعطي النظام ثقة أكثر ويعطي الهيئة ثقة أكثر أن الجميع كان متدرب وبطريقة صحيحة ونجح في الامتحان، عشان كذي خذوا سهل علينا نحن في إدارة المشروع، بحيث أنك أنت لما أطلقنا المشروع أو أطلقنا النظام الفجر الساعة 3 ما كنت محتاجة لعدد كبير هائل من موظفي الدعم يكون موجودين على كل جهاز يساعد الأطباء، لأن لا تنسي أن حالات مرضى عندك حالات طارئة، فلازم ما يتوقف الشغل. صح. أستاذ قاسم، شو هي توقعاتكم وخطط تعظيم الاستفادة من هالمشروع الطموح في المستقبل إن شاء الله؟ أهم شيء من برنامج مثل هذا والمشروع مثل هذا هو الكم الهائل من المعلومات اللي يتم تخزينها بحسب ملف الطبي للمريض. نعم. واستفادة من المعلومات هذه، وأول شيء نحن بدينا في استخدام الذكاء الاصطناعي في أن نحن نتنبأ
بتسمم الدم بالنسبة للمريض ممتاز. مسبقا، بحيث أن الوقاية خير من العلاج. أكيد. نعم. وفي حالة تسمم الدم يعني الحالة تكون جدا خطيرة إذا ما تعالج المريض بسرعة. نعم. الآن نحن نشوف على عدة تجارب جديدة بأن نحن نطبق نفس مشاريع الذكاء الاصطناعي، منها أن نحن نتنبأ بتدهور حالات المرضى قبل بعشرين ساعة، بحيث أن نحن نشوف فعلا هذا المريض في احتمالية أنه deteriorating، أن حالته تتنبأ في الاي سي يو ولا لا، مما يجعلنا أيضا نخفف من الضغط على الأطباء، لأن أنت في حالات الناس اللي في الـ في الـ في الـ في التروما ولا في العناية المركزة. نعم. محتاجين متابعة باستمرار. صح. بشكل أكيد. يعني بكل دقيقة تفرق. صح. تخيل أنت عندك نظام الآن مربوط إلكترونيكلي يقوم بعملية المتابعة عنك، في حالة إنه خروج المؤشرات عن الطبيعي المفروضة يتم إرسال إرضاء. نعم. ويقوم الطاقم الطبي بالانتباه. فالطريقة هذه كانت تأخذ يعني تسهل عملية المتابعة. ممتاز. بالنسبة للأطباء والممرضين. ممتاز صراحة. نعم. وينقذ حياة ناس كثيرة. نعم. صراحة. أستاذ قاسم، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج بخصوص موضوع سلامة. سلامة وجد فقط من أجل سلامة المرضى ومساعدة. نحن حابين أن المستمعين يتابعوا حالاتهم عن طريق ملفهم الطبي الإلكتروني من ناحية الدخول للآب. نعم. في حين ماي تشارت، في حين دي اتش اي، بحيث أنك تتابعي مواعيدك، تتابعي نتائج فحوصاتك، وأيضا القدرة على أن النظام ينتبه له في حال ان تم اعطاء المريض دواء يعارض مع حالته. صح. او مع دواء اخر باخذه. فالحمد لله هذا زاد من سلامه المريض، زاد. نعم. من بالناحيه الطبيه يمكن انت كانت اكثر شيء هذا وايد صراحه، يعني ينبهك على اي بساط الاشياء، حتى اذا المريض عنده حساسيه من دواء معين انا. نعم. دخلت في السيستم، اول ما احط ادويه ثانيه مشابهه لهالدواء او حتى ادويه من ضمن عائله هالدواء على طول ينبهني السيستم. ايضا مرات اقتراحات لادويه اخرى موجوده في النظام. نعم. لا جدا. نعم. صراحه يعني بخصوص سلامه المرضى تحس يعني كانه واحد مكمل وياك على عشان سلامة المرضى في النهاية. النقطة الثانية بعد كذلك بسرية المعلومات، في ملفات معينة يمكن حتى الطبيب ما يقدر يفتحها إلا بشروط معينة أو شيء، يعني هذا الشيء جدا في كذلك في عدة مستويات سرية المعلومات. نعم. موجود. وهالشيء يعني يعطي المريض حتى ثقة كبيرة بالسيستم أو النظام اللي موجود عندنا اللي هو سلامة. الحمد لله على المشروع هذا، كان مشروع جدا رائع جميل، وأثبت قدرة يعني إمارة دبي وقيادتها في أنها تجلب أفضل البرامج لمواطنين ومقيمين الحمد لله إمارة دبي. الحمد لله. الحمد لله. الأستاذ قاسم أبو هنطش مسؤول مشروع الملف الإلكتروني الموحد سلامة في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا للاستضافة. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. طبعا كانت مواضيعنا متنوعة لكم، وآخر موضوع خليناها ختامها مسكري هو الملف الإلكتروني سلامة. تحدثنا بطريقة مفصلة مع الأستاذ قاسم بخصوص الملف الإلكتروني. طبعا سلامة من أهم المشاريع صراحة اللي كانت في هيئة الصحة في دبي العام المنصرم، واحد من أهم المشاريع، طبعا مشاريع كثيرة كذلك طلعت، بس يعني كان أساسها أن توحيد الملف ويكون إلكتروني. أشياء كثيرة في سلامة سهلت سواء للمريض سلامته وصحته وكذلك للعاملين في هيئة الصحة بدبي. طبعا مستمعينا ذكركم مرة ثانية، اليوم بتكون آخر حلقة لنا في هذا الموسم، إن شاء الله راجعي لكم في سبتمبر 2019 اليوم الخميس. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة، اللي طبعا ابتدوا إجازات نتمنى لكم إجازة سعيدة وكلها صحة وسلامة، واللي بعدهم على دواماتهم نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله خلال الفترة الجاية. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج ميثبيات، تحياتي دكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله في سبتمبر 2019 ودمتم بصحة وسلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.